يعطيكي العافية. أهلين حبيبتي، تفضلي. شو حاسة حسابي بالمتة؟ تكرم عينك يا منزيه، هاي الكاسة إلك، أنا شربانة. يعطيك العافية أبو جواد. أهلين أهلين منزيه، كيف أبو منزيه والولاد؟ والله كلهم بنعمة بدهم بسلامتك. الله يسلمك ويسلمه. شو وينه جواد؟ يعني مالي شايفته؟ عنده شغل هيك بالأرض شوي وراجع. إيه الله يقوي ويعطيه العافية. الله يعافيك. وجوري يمكن يعني إلها شي 3 أشهر ما أجت على الضيعة. جوري عندها معرض وعم ترسم هلا، عم تحضر حالها مشان المعرض. ايوه. اي وليش ما تجي ترسم هون؟ يعني مو احسن بلا مؤاخذة الكن اقولها؟ اختي منزيه، شو بدها تيجي تساوي هون؟ يعني ما بعرف شو عم تحكي حضرتك. بدها تيجي تعمل معرض مثلا عنا يعني بالضيعة؟ وليش لا؟ مو هون بالضيعة كل منظر احلى من الثاني، مش شو بيشكي؟ ومين بدها يشتري لوحاتها مثلا؟ يعني ابو عبد النجار ولا ابو محمود بياع الحليب؟ والله ما بعرف يا ام جواد، انا كل قصدي انه هون بركي بيجي يا ابن الحلال تتجوز تخلف له شقفه ولا هون وهني. كله نصيب ام نزيه، كله نصيب. اي ما تواخذني بهالكلمه ابو جواد، هنيك ما راح تلاقي حدا يتطلع فيها. انا بنتي ما تلاقي حدا يتطلع فيها؟ ليش عم تحكي هيك يا ام نزيه؟ معقول هالحكي؟ يعني بنتي فراشة، أنا شايفت أحلى واحدة بالدنيا، بعدين بنتي مثقفة وفهمانة وفنانة وبتاخد مصاري هالقد، صح ولا لا يا أبو جواد؟ شو هالحكي يا أم نزيه؟ ما حبيتها منك. أنا ما قصدي هيك، قصدي هون في ولاد حلال، في قرايبينا يعني بضل غير، وهنيك كمان في ولادين حلال كتير كتير، مو شوي أكتر من هون. ولما الله بده يبعت النصيب يا ست أم نزيه، ما في شي بوقف بوجهه، ولا شو يا أبو جواد؟ ما حدا بيوقف بوجه ابنه. إيه الله يبعث لابن الحلال لكانوا تفرحوا فيها. اتفضلي اشربي متي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.